في البيت أيضا في ذلك في تلك الفترة اشتريت راديو. الراديو في ذلك الوقت يعني نادر من يشتريه، ويعتبر شيء ما هو سهل إنك تشتري راديو، لا من حيث الجانب ينظر للموضوع بأنه هذا شيء حرام أو شيء هذا غير مقبول عند كثير من المجتمع وبالذات رجال الدين، فقل من الناس من يستمع إلى الراديو. أنا اشتريت راديو اليوم، والراديو هذا يشتغل على بطارية سيارة لأنه ما في كهرباء، يشتغل على بطارية سيارة. وضعت الراديو في مكان في دولاب في المجلس. إذا أردت تستمع، إذا بغيت تستمع للراديو كنت أحط إذني عند السماعة حتى لا يسمعون الجيران، لأنه ما في حركة ولا في أصوات ولا في صوت لا صوت مكيفات ولا صوت سيارات ولا حركة في الشوارع، ولذلك أي شيء ممكن ينسمع بالسوق وبالشارع يمكن ينسمع، وممكن واحد من المرة رايح للمسجد يسمع الراديو أعوذ بالله كأنها جريمة كبرى. فإذا بغيت تستمع للراديو ألا أحط إذني وأفتح شوي شوي بس، وهكذا نستمع في ذلك الوقت إلى أي شيء، يعني شيء جديد علينا، أي شيء برا يذاع بالراديو، سواء نسمع الأخبار، سواء كلمات، سواء أي شيء نستمع له.